انا اسمي حسين حسن، انا في year 1 after باب political science. اتولدت ما بشوفش، مولود ما بشوفش، وكنت في مدرسه عاديه. كان في مدارس للبلايند بيبل بس انا دخلت مدرسه عاديه خالص. كنت ناشن لحد ثالثه اعدادي، وبعدين من جاي 10 كنت امريكا ودخلت البي اي بعد كده. اعرف حسين من ساعه ما داخل الجامعه، تعرفت عليه من واحد صاحبي. اول ما تعرفت عليه طبعا كان بالنسبه لي اول واحد اتعرف عليه ما بيشوفش، ومش بس ما بيشوفش، لا ده داخل جامعه مع ناس عاديه بتشوف الكلام ده. الموضوع في الجامعه كان عادي، يعني كان عشان انا كنت في مدرسه عاديه وكنت بلعب تجديف يعني كنت عايش حياتي طبيعي as a normal person. كنت عامل باند ميوزيكال باند بس ما كملتش، و كنت بلعب اكتيفيتيز بقى، يعني اكتيفيتيز سبورتس وكده، سبورتس تجديف، كنت بلعب تجديف. كانت أول مرة اتعاملت مع حسين كان السنة اللي فاتت لما ركبت الباص، كانت أول سنة ليا هنا في الجامعة. كانت أول مرة أصلاً ليا أخش إكسبيرينس إن أنا أتعامل مع حد مش بيشوف أو إنه حد يبقى عنده ديسابيليتي معينة. كنت بشوف ناس مش بتشوف في الشارع بيمشوا بستيك وبيتعاملوا إزاي مع الناس، بس حسين بيعرف يعمل كل حاجة لوحده، لدرجة إن هو بيطلع الباص لوحده وبينزل لوحده وبيخش الجامعة لوحده، وهو اللي كان بيقول لي طرق الكلاسز وطرق الحاجات دي أصلاً. بس انا عملت عمليات كتير انا صغير في عينيا، بس ما في الستيتس، بس ما كانش ما لكتش، ف مش عارف يعني. انا متعود من وانا صغير ان انا بتعامل طبيعي، يعني انا بنزل انا بسوق عربيات وبسوق موتوسيكلات وبروح وباجي لوحدي مترو بقى ومواصلات يعني. فالموضوع بالنسبه لي انا مش حاسس ان في فرق، اللي هو ايه ده ما بيشوفش يعني. انا بضحك على الناس اللي بيعاملوا الواحد اللي ما بيشوفش as a special need، او يعني الموضوع مش كده خالص. طبعا هو شخص طيب جدا، بحسه انه بيقدر يتعامل مع الناس بطريقه من غير ما يبقى ان هو بيستعطفهم، وفي نفس الوقت هو عنده شخصية قوية. أنا بحس إن هو بيقدر يحس بالحاجة بطريقة مختلفة تماما، لأن هو ما عادش بيستخدم موضوع النظر ده في إن هو يشوف إيه اللي قدامه ويحس بإيه اللي حواليه، لا هو بيسمع إيه اللي حواليه، هو بيشم إيه اللي حواليه، بيلمس إيه اللي حواليه. ده طبعا حاجة عظيمة جدا، يعني أنا بحس إن هو شخص مميز لأنه قادر على حاجة زي دي. طبعا أنا لما بتمشى معاه هو في بعض الاحيان اللي بيسندني، ان هو بيكون تقريبا عادد عدد الخطوات اللي قبل كام سلمه واحنا رايحين فين، فما شاء الله دماغه كويسه جدا، واعتقد ان دي بتبقى حاجه من ربنا لما ما بيكونش بيقدر يشوف يعني. بس انا شخصيا بحب حسين جدا، هو شخصيه جميله وشخصيه فعلا تتحب يعني. وبعدين يعني بلعب 5 ساعات مزيكا، بلعب تجديف، بسوق عربيات، يعني عاوز ايه تاني من الدنيا اكتر من كده؟ بلعب كوره، ف I don't think ان انا محتاج حاجه تانيه خالص في الدنيا يعني. I'm proud ان انا ما بشوفش، ومش حاجه مضايقاني خالص. كانت اول مره احس ان انا هيبقى عندي صديق بجد، بسبب ان حسين اللي هي جادجمي على شكلي، ولا يقول لك دي تخينه لا مش هعرفها، ولا دي بيضه لا مش هتكلم معاها، ولا دي سودا لا وحشه، دي محجبه لا يا حسين حبني وخدني كبست فريند عشان ماي بيرسوناليتي، حاسس ان انا اي كان بي ذس فريند هي نيد. انا واحد بعمل كل حاجه اندبندنت، مش مستني حاجه من حد، فمش فارقه معايا اصلا يعني. الحمد لله ربنا اداني بقيت السنسز اقوى من عينيا، مش يعني. ممكن لو كانت عينيا موجوده يبقى كان في بقى حاجه تانية سنسز اقل، فبالنسبه لي انا كده يعني مرتاح.
مشكلة حسين ان هو في الجامعة عنده صحاب كتير، عشان في ناس كتير قوي بتخاف من المسؤولية، بتخاف من فكرة انا هودي حسين واجيب حسين وهساعد حسين. اللي في ناس كتير قوي ما يعرفوش عن حسين ان هو بجد هو اللي بيساعد الناس. انصح كل حد يتعرف على حد ما بيشوفش، هيلاقي عنده حاجة سبيشال، مش سبيشال نيد، سبيشال هيلاقيها فيه، هياخدها منه. واللي ما بيشوفش هياخد حاجة من الشخص العادي او الشخص التاني اللي بيشوف. يعني ومش عايز اعمل، يعني انا اتقال ان في كذا حاجه ممكن تتعمل عمليات عشان ارجع اشوف تاني، بس انا مش عايز، يعني انا مش لو هيدفعوا لي فلوس وهيعملوها لي مش عايزها.